طبعا احنا في كل الناس عارفه ان اي حد بيبتدي بيزنس جديد، مشروع، شركه، ايا كان المشروع اللي بيبتديه، بيقابل طبعا صعوبات جامده وتحديات، واكيد طبعا قابلتي حاجات كتير كانت عائق ليكي. جدا. قولي لي كان ايه اكتر موقف بالنسبه لك عملك يأس او هي احباط؟ اكتر كلمه انا سمعتها بقابليني لو نفعتي. دي معروفه كلنا بنسمعها. سمعت الكلمه دي كتير جدا. اكيد من والدتك. لا بالعكس، انا والدتي من الناس اللي بتبقى مرحبه بالشغل ليا، لا من ناس كتير جدا حواليا ملهاش لازمه، يعني انت بتعملي ايه؟ انت هتبقي الوحيده اللي في المدينه بتاعتنا اللي شغاله وليكي كارير وليكي اسم وكلام من ده. وانا زي ما قلت لك في الاول، انا بطبعي بحب اشتغل على الحاجه اللي مش موجوده. فهمتني؟ فهي تعتبر انا شركه مميزه في بلدي لاني ما فيش زي وده ذكاء طبعا. وده ذكاء بجد، ان انا اختار الحاجه اللي غيري مش قادر يوفرها، ده اللي هينجحني، ده اللي بيخليني متميزه عن اي حد تاني. برافو عليكي. اتفضل يا استاذ محمود. الحاجه اللي انا برضو يعني عايز اعرفها، ممكن احرق المفاجاه زي ما هي بتقول، بس انت حر. انت ان شاء الله يعني في القريب العاجل عندك فرع تاني او شركه تانيه؟ فرعين تانيين. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني المعلومه جت غلط، هي فرع واحد لعبه مع فرع. طيب يا ريت تكلمينا عن الفرعين دول، انت عايزه تفتحيهم فين، او النظره المبعديه للعمل نفسه ايه؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه، انا اول ما فتحت الشركه بتاعت المنزله نجحت نتيجه ان ما فيش اصلا شركه زيها في المنزله، في مدينه المنزله طبعا الاهليه. فهنا كان نجاحها سهل. تمام. اي نعم بتمري بصعوبات كتير وبتمري بعواقب كتيره، بس كان نجاحها سهل. لما تيجي تفتح في محافظه انت محتاج وقت كبير عشان تدرس مين من الانواع الليفل بتوع الكلاينت هو ده اللي هيدخل مكتبك، وفي اي موقع بالظبط هتشتغل عليه. كان تفكيري ان انا لما اروح محافظه لازم اكون يعني زي ما بيقولوا كده في حته الاي كلاس زي ما بيقولوا. تمام. لا بالعكس، انا شركتي بخدماتي محتاجه تبقى في مكان عامه الشعب، اغلب الشعب عايش فيه عشان توصل. بالظبط كده، بالظبط كده. فده اللي انا كنت بفكر فيه الفتره اللي فاتت، لحين ان انا قررت ان يبقى الاماكن بتاعتي فيها عامه الشعب عموما. معنى كده ان التارجت بتاع الشركه مش على فئه اي كلاس، لا على جميع الفئات. انت بتختصي ما بتختصيش فئه معينه، انت بتتعاملي مع جميع الفئات، بس كل فئه لها البيرسونت بتاعتها. اكيد طبعا. تمام. يعني يمكن يعني الفئه البسيطه جدا هي دي الفئه اللي بتشتغل معايا اكتر، او البيرسونت بتاعها معايا اعلى. تمام. برضو انا عايز في حاجات كده، يعني انا واحد من الناس مثلا، سي مثلا عندي شركه تمام، وعندي مشكلة مثلا مع شركة تانية، أو مثلا عندي مثلا بيني وبينهم شغل، والشغل ده بقى في أزمة بيني وبين الشركة التانية، هل أنت ممكن تخشي كوسيط إن أنت تصلحي بين الطرفين؟ مخالصة بين الطرفين بشكل قانوني وسياسي. بشكل قانوني وسياسي؟ طبعا، بحيث إن ما نجيش على طرف لطرف. يعني أنا مثلا طرفي مع حضرتك تمام، والطرف الآخر أستاذة سوزي، ما تجيش عليها. يعني أنا بوازي ما بين الاتنين. طب ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. طبعا يعني أنا ليه ألجأ لحضرتك وما ألجأش لمحامي؟ إيه اللي بيميزك عن المحامي في الأمور الحكومية؟ أولا أنا شغلي أغلبه بالمحاميين. أوكي. يعني تمام. ثانيا ما أنا بقول لك هي مش كل الفئات، أنا بقول لك الفئة اللي فاقدة ثقافة الوسيط عموما، او فاقده ثقافه ان هي تروح تؤدي الخدمه بتاعتها دي بنفسها، فبيلجأوا ليا. طيب احكي لنا عن موقف بقى. ايوه. قبلك وكان من المواقف اللي صعبه وما ينفعش ان انت تنسيها في حياتك. لا كتير. لا في خصوص الشغل، المجال بتاعك. ان يجي لك عميل يقول لك انا عاوز الخدمه، يعني هو بيدي الفلوس النهارده فيفكر ان انت تاني يوم. تاني يوم طبعا. دوس على الزرار الخدمه. طيب خلاص روح انت اعمل الخدمه، بياخد فيها بثلاث اربع شهور، فبيرجع لك مره تانية. فدي بتبقى من الحاجات اللي يعني مسيئه بشكل عام. ان العميل عاوز الخدمه، انا بقول لك في اسرع وقت، بس انا مش ساحر، يعني مش معيش المصباح. طيب.